حضراتكم، بنرحب بأكبر اليوم معانا هنا. المكان هنا في البداية كان يرجع ملكيته الوالد وجد دكتور إبراهيم قصصية، هو صاحب المكان حاليا. المكان اتأمم في عهد جمال عبد الناصر، رجع اشترى المكان من الناس اللي موجودة فيه والورثة، وبعد ما اشترى بفترة كده في ناس استولوا على المكان وقعدوا في المكان كنوع من وضع اليد، وبعد كده خرجوا. بعد ما خرجوا بدأ في إحياء المكان، واللي هو يرجع المكان من صورة من حالة ما يقوس منها للوضع اللي احنا فيه دلوقتي. دكتور إبراهيم مهاجر كندا من حوالي 40 سنة، بس حابب للتراث الإسلامي وحابب للحضارة الإسلامية وحابب للحرف اليدوية وحابب اللي هو يرجع التراث تاني. بس يعني هو بدأ في تجميع الحرفيين والناس الموهوبة والحرف اللي ليها علاقة بالتراث الإسلامي زي النحاس وتطعيمه بالفضة، وفي حرف عندنا تاني حرفة الشفتشي، وفي معانا السجاد والنول، ومعانا العصيان والسبح. بدأ بتجميع الحرفيين والحمد لله، يعني عندنا مشغولات جميلة وشغل بجودة عالية. في نفس الوقت يعني عندنا في الدور التاني عندنا متحف في قطع نادرة وفي مشغولات برضو قديمة، ومكان بيضم بعد من التوسعات والتوضيب اللي اتعمل بيضم عندنا بوتيك اوتيل، ده استراحة للفنانين واستراحة للنزلاء، ولو في ضيوف بتجينا بتقدر تقيم عندنا، لو في سياح برضو حابين يقعدوا معانا يتعلموا ويشوفوا المشغولات بتاعتنا ويشوفوا الناس وهي شغالة لايف. بس المكان بيرحب بالناس كلها طول أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحا لحد 9 مساء. بالنسبة للدور الأخير احنا الحمد لله دلوقتي شغالين عليه في التجهيز والتوضيبات، إن شاء الله قبل رمضان بإذن الله هيبقى مفتوح للإيفنتات الخاصة. برضو بنقول دعم من وزارة السياحة والآثار، بنقول دعم من وزارة الثقافة، ومعانا إخواتنا من الوزارتين برضو بيتابعونا وعلى طول معانا، وإن شاء الله هيبقى في سيمينار هنا قريب وإيفنتات برضو برعاية وزارة السياحة والآثار برعاية وزارة الثقافة إن شاء الله. بالنسبة لكل حاجة بتختلف، يعني في حاجات المصريين بيقبلوا عليها وفي حاجات الأجانب عامة بينزلوا يقبلوا عليها، يعني خصوصا الحرف النحاسية والشفتشي ده مجاله أكتر أجنبي من المصري. عندنا بالفعل عندنا طلاب بتتعلم، يعني عندنا كمية كبيرة من البنات شغالة معانا بتعلم سواء عصيان أو نحاس، والحمد لله يعني اي حد هيقبل على التعليم هنا الباب المدرسه مفتوح له طوال ايام الاسبوع.